بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سعادتي، وأمن من لجأ إلى حسنكم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. صل على محمد وآل محمد. بعض الأنبياء إخواني في القرآن الكريم لهم أسماء عديدة. هسه بعض الأنبياء عندهم اسم واحد، بعض الأنبياء عندهم ثلاث أسماء، بعض الأنبياء عندهم أسماء أكثر من ذلك. من جملتها مولانا العزيز، من جملتها النبي إسرائيل عليه السلام، يا نبي إسرائيل يعقوب عليه السلام. أو مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عنده كم اسم في القرآن؟ بالله وياي عدد وياي اللي خاف أن أخطأ بيهم. مثلا أسماء النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، بعد ومبشرا، بعد ونذيرا، بعد وداعيا إلى الله بإذنه، الداعي إلى الله، بعد وسراجا منيرا. هاي قد خمسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة، الرحمة رسول الله، هاي ستة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر. صحيح لولا؟ هاي أسماء النبي. بعد بعد طه رسول الله، ياسين رسول الله، جسارا عشرة. من جملة أسماء النبي، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، هاي 11. والأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله. المقصد أنه عنده كم اسم في القرآن الكريم. من جملة الأسماء اللي عندهم أسماء عديدة في القرآن الكريم الأنبياء هو النبي ذو النون اللي وياه النبي يونس عليه السلام. نبي الله يونس له اسمان، ذو النون اللي هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وذا النون إذ ذهب مغاضبا، هذا ذو بمعنى صاحب. طبعا هاي وذا النون بالألف، بالألف تقرأ بالفتح يعني مفتوحة يعني، ها يعني على الفتح على النصب، لكن ذو على الرفع. بس هذا حالة لغوية ما أحتاج أشرحها لأن ما ترتبط بكم. لكن ذو النون ذو بمعنى الصاحب. نون شنو مولانا؟
النون لها معنيان، اسمعني مولاي أنا أحكي بكيفي وإن شاء الله برهدنا وبراضة لأن أدري بكم متوجهين لي زين. النون له معنيان، المعنى الأول بعض العلماء يقولوا النون هي الحفرة التي تكون في الذقن، أكو بعض الناس يصير عندهم حفرة هنا، حفرة صغيرة يصير بالأخص الرجال يعني يصير عندهم حفرة، هاي الحفرة الصغيرة اللي تصير هنا يسمونها شنو مولانا؟ نون، يسمونها نون. يونس عليه السلام عنده هنا شنو مولانا؟ حفرة، سموه ذل نون يعني صاحب الحفرة، هذا رأي. بس الرأي الأصح لا، إنما النون هي مولانا شنو؟ الحوت، نون الحوت، وذل نون يعني وصاحب الحوت، وهذه إلى قصة مفصلة زين. يونس عليه السلام بعث إلى قوم، طبعا يونس من بعد موسى وهارون، إجا من بعد النبي موسى وهارون وقبل عيسى ب825 سنة، وإجا من بعد سليمان كذلك من بعد داود وسليمان ومن أولاد هود عليه السلام، يا وهذا يونس بعث إلى منطقة في العراق تسمى ماذا؟ نينوى، تسمى نينوى، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان آنذاك، فبدأ مولانا بتبليغ التوحيد عندهم. من بعد 40 سنة، من بعد 40 سنة هذا التبليغ والتعب وهذا المولانا، من بعد 40 سنة لم يؤمن به إلا نفران، من بعد 40 سنة ما حد آمن به غير نفرين. أربطها بالآية، ترى أنا قاعد أسوي مقدمة للآية زين، أدخل بالآية وعندنا بحث للإمام المهدي يرتبط به يعني زين. لم يؤمن بيونس عليه السلام إلا نفران، واحد عابد اسمه تنوخة، واحد عابد اسمه تنوخة، وواحد عالم اسمه روبيل، تنوخة وروبيل هذول واحد عابد واحد عالم، آمنوا بالنبي. طبعا هذول أصدقاء قبل لا يصير نبي، قبل لا يبعث هذول شنو كانوا مرانا؟ كانوا ربع أصدقاء ويا يقومون ويقعدون على طول يا، فآمنوا بي. من بعد التبليغ الشاق والمتعب والمؤذي وهذا الصبر المديد تعب يونس عليه السلام، فجاب العالم وجاب العابد، اقترح إليهم قالوا ما أصنع بقومي؟ شا سوي؟ اسمعوا أخواني ترى القضية كلها دروس، ماذا أصنع؟ هالفترة هاي الناس هو يتأكد على قصص الأنبياء، شيخنا قصص الأنبياء، شيخنا قصص الأنبياء. الرسائل اللي تجيني جدا كثيرة جدا كثيرة، الناس تتابع على المحاضرات هذه داخل وخارج الكويت مولانا، فجدا كثير. أريد قصة صالح، أريد قصة ناقص صالح، أريد قصة مدري كذا زين. الشاهد مولاي، فهذا يونس عليه السلام جمع جماعته، ياهم العالم والعابد يعني روبيل وتنوخة، اقترح لهم قال لهم شو سوى أنا بقومي؟ العالم قال له أكمل المسير معهم، كمل المسير وياهم العالم، وخليك على قومك اهديهم إلى صراط مستقيم. العابد إيش قال له؟ العابد قال له أنت 40 سنة قاعد مولانا تهدي وتحكي أو قاعد تهديهم إلى صراط مستقيم، بس شنو مولاي؟ ما فات زين. قال له والحل؟ قال له الحل أن تدعو عليهم، ادعو عليهم خلي العذاب يكنسهم كلهم ويموتهم يأخذهم كلهم. العالم قال له لا يا نبي الله، العابد قال له بلى يا نبي الله. بعد هذا وهذا يونس عليه السلام أطاع من؟ أطاع العابد، مو أطاع، إنما أخذ برأيه، ما نسي نقول أطاع لأنه هو نبي من الأنبياء زين، اللفظ يمكن مو صحيح. فالشاهد مولانا أخذ برأي من؟ برأي العابد وترك رأي العالم. دعا على قومه، دعاء النبي مستجاب لمن مستجاب؟ مستجاب. دعا على قومه في نينوى في العراق وتركهم قبل أيام من نزول العذاب. نفرض مثلا إذا دعا عليهم يوم الثلاثاء مثلا، العذاب راح ينزل عليهم يوم السبت الجاي، يعني أيام مثلا، هذه أيام قبل أن ينزل العذاب عليهم، هو بأيام تركهم وطلع، راح يا طلع ويا، طلع العابد ويا والعالم بقى مع مع الناس، قالهم أنا مع قومي أموت معهم أحياهم معهم خلاص زين. بس سؤال واحد أنا سألك رد علي، عند نفرض من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت كم يوم؟ الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، خمسة أيام صح ولا لا؟ الخمسة أيام الأولى
جاوبني عدل. ها، الأولى النبي يبقى مع قومه لحد 5 أيام قبل نزول العذاب بلحظات، لو يطلع هسه ماكو فايدة، يبقى أو لا؟ بس قل لي الأولى يبقى، لأن ما يفيد 40 سنة ما فاد، ظلنا على 5 أيام هذا يطلع يعني أحسن، أحسن يطلع لو لا يقيم عليهم الحجة ما يطلع. زين نشوف الله ولا لا. الأولى أن لا يخرج، الأولى طلع ما يطلع، المفروض يبقى مع قومه إلى آخر لحظة من نزول العذاب. إذا أراد أن ينزل العذاب شنو ورانه؟ هما بيطلع كما صنع لوط عليه السلام، أوليس الصبح بقريب؟ بالليل كلش، هو دعا عليهم بالليل قبل نزول العذاب، بالليل هو بناته طلع، طلع لوط عليه السلام وهو يطلع وسمع صوت العذاب قاعد ينزل، سمع العذاب عند الفجر عند الصبح، ظل ينزل عليهم يتهاطل عليهم السماء مطرا، هذا المطر كان كله حميم ومولانا عذاب. زين فأذابت أجسادهم أو أجسادهم. الشاهد مولانا العزيز، الأولى يونس عليه السلام أن يبقى أو أن يخرج؟ أن يبقى، لكن يونس ترك الأولى. واضح ترك الأولى شو مولانا؟ أنا شرحت هنا ترك الأولى لكم، ترك الأولى، ترك الأولى ليس بذنب، مو ذنب، ها مو نوع من الذنب، هذا يسمونه الذنب النسبي. الذنب النسبي شلون يعني؟ احنا عندنا مولانا الذنب نوعين، توجهوا اخواني، حيا الله الشيخ مولاي، كل الهلا بكم، حياكم الله شيخنا عيوني. احنا عندنا الذنوب على نوعين، عندنا ذنب مطلق وعندنا ذنب نسبي. ها توجهوا لي مولانا، عندنا ذنب مطلق وذنب نسبي، بالأخص الشباب يسمعوني مولانا، لأن معظم الناس ما يعرفون ترك الأولى شنو. بصراحة نحكيها، هو سامع ترك الأولى، آدم ترك الأولى، يونس ترك الأولى، بس شنو ترك الأولى ما يدري. هذا ترك الأولى يسمونه الذنب النسبي، أكو ذنب مطلق وأكو ذنب نسبي. شنو الفرق بيناتهم؟ يعني مثلا الآن أنت تطلع بالشارع، هنا ابني دلقار تاكل لك سندويتش لفه، من تاكل واحد ينتبه لك مولانا؟ احد يباوع لك يعني؟ واحد يحاسبك؟ واحد يسالك؟ واحد يشيل بشيرتك اصلا؟ ما حد له غرض بيك. زين بس انا وعمامتي اكل لي لفه وسندويتش واوقف بالشارع واكل، كل الناس تتابع، ايش ماله هذا الشيخ مخبل عاجب؟ زين زين انا مسوي ذنب مولانا؟ هو جوعان وكليت، مسوي ذنب معصيه سويت يعني؟ ما مسوي شيء، هو جوعان وقاعد اكل بالشارع. هذا الذنب يسمى ذنب نسبي، مو معصية. يقول لك هذا صح مو ذنب، لكن بالنسبة لك كأنه ذنب. هذا مثال. مثال آخر، يطب علينا فقير، أنا عندي نفرض 100 دينار، بس هاي 100 دينار، يطب علينا فقير يقول لي شيخنا ساعدني، أنا شيل له 10 دنانير وأنطي، شو تقول لي؟ تقول لي أحسنت لو ما تقول لي أحسنت؟ شيخنا أحسن جزاك الله خير، ها يعني هاي صدقة بعد. لكن إذا قاعد واحد يملك الملايين الملايين، بج قدام باب بيته 12 سيارة وعنده خير من الله من البيوت ومن القيعان والزروع والبساتين، وعنده فيلا مدري وين، وعنده فيلا مدري وين، واضح مولانا؟ عنده الملايين، يطب عليه فقير يقول له حجي ساعدني، يشيل له دينار وينطي. هاي الدينار صدق لو مو صدق؟ صدقة. مسوى حرام الرجال؟ ها يعني كنت تقول له أحسنت، لكن بالمقابل الناس تلومه لو تمدحه مولانا؟ أتلومه؟ أنت راسك إيش كبره وإيش طولك وإيش عرضك وتملك الملايين وهاي القيعان والسيارات كلها تعطي دينار، هذا مو عيب عليك؟ ها الرجال ما مسوي ذنب، لكن هذا العمل بالنسبة لهذا الغني كأنه ذنب، يسمونه ذنب نسبي، غير ذنب المطلق اللي معصية. يونس عليه السلام الأولى ألا يترك قومه، الأولى كن ما يعوفهم، لكن تركهم، ترك الأولى، الأولى كون يظل لكن ما ظل. ها هسه هذا اكو حاجه الى النهي الارشادي والنهي المولوي، هذا كنا نشرحها بس ما اظن يختص بالبحث. الشاهد مولانا العزيز، طلع الرجال يونس عليه السلام تركهم، وصل الى هو مع من؟ مع العابد، مع هذا تنوخه، وظل العالم وين؟ مع الناس. طلع، من طلع يونس عليه السلام الايه شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وذلنوني إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا يعني غضبان منين؟ من قومه. عفية ما شاء الله متوجهين لي، ها مو واحد شوية يتعب منيها، جزاكم الله خير. ذهب مغاضبا يعني مغاضبا منين؟ غضبان من قومه، فظن أن لن نقدر عليه. يعني شنو لن؟ يعني كل بعض يقول يعني يصور احنا ما نقدر عليه، لا مو القوة هذه،
أن لن نقدر عليه، القدر القدر يعني الضيق. ها يقول في سورة الفجر فقدر عليه رزقه، قدر يعني شنو؟ ضيقه. ها يونس عليه السلام لما ترك الأولى ظن على أن الله شنو؟ ما يضيق عليه، قال أنا نبي بعد ومخلص المأمورية وتميت الحجة وياهم، بعد الله ما يضيق عليه. ها بس الله ضيق عليه لما ضيق عليه؟ ضيق عليه. ايش سوى مولانا؟ اجا الى ان وصل الى شاطئ البحر، شاف ناس قاعد يصعدون بالسفينة، السفينة مشحونة. خل نقرأ آية ثانية، الآية اللي قرأناها في سورة الأنبياء وذنوني إذ ذهب مغاضبا، لكن هذه الآيات اللي أقرأها في سورة الصافات. شو يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين. أول يؤيد أنه شنو؟ رسول، ما كان نبي، كان شنو مولانا؟ رسول. ونحن نعرف على أن الفرق بين الرسول والنبي هواي، النبي شيء والرسول شيء آخر، وإذا عاصر نبي ورسول في زمان واحد، نبي ورسول في زمان واحد، النبي يتبع الرسول. هن بالرسل، الرسل هم شنو مولانا؟ درجات، الرسل درجات، إذا حسب الدرجة كل واحد يتبع الآخر. رؤساء الرسل جد خمسة، ياهم أولو العزم اللي هم نوح بالترتيب، وياهم وإبراهيم بعد، موسى بعد، عيسى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذول الخمسة هم شنو مولانا؟ هم درجات. هذول الخمسة هم درجات، سيدهم وأفضلهم محمد المصطفى. اسمع الآية شو تقول، عيون توجه للآية جدا دقيقة الألفاظ. يقول إن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. الفلك يعني شنو؟ السفينة. المشحون خو مشحون متروس يعني، السفينة كانت مغطى مولانا، متروسة ترس. إذ أبق شنو؟ في كتاب اللمعة الدمشقية المجلد الثالث يتكلم عن العبيد، العبيد المملوك إذا فر من مولاه، فر من العبد، شو يقولوا له؟ يقولوا له عبد آبق. آبق يعني شنو؟ شارد، فار. العبد إذا فر من المولى شو يسمونه؟ يسمونه آبق، أبق يعني فر. عجيب، الله يستخدم هاي الكلمة لنبي من الأنبياء. توجهت له ما توجهت؟ أنا شرحت لك خاطر تعرف هذا ترك الأولى بالنسبة إلى نبي شو يصير، شر عظيم. الله شو يقول؟ إذ أبق، ياهو أبق يعني يونس، يعني يونس أبق يعني فر من المولى، يعني فر منين؟ من الله تعالى، هيك فرار العبد من المولى، هيك المعنى. إذ أبق يعني راح وين؟ إلى الفلك مشحون. دخل بالفلك يعني بالمولانا السفينة، متروسة ترس مشحونة شحن، حركت السفينة إلى أن وصلوا في وسط البحر. لما وصلوا في وسط البحر أكو رأيين، الرأي الضعيف، الرأي الضعيف هاجت الأمواج والمياه، هاجت إلى أن السفينة ظلت تتلاعب وثقيلة مشحونة متروسة، فقالوا كون شوية نخف من عدها، نخف من السفينة ونلقي رجل واحد زين لكي تخف السفينة. هذا الرأي ما مقبول عقلا، ليش؟ لأن السفينة إيش كبرها وإيش طولها مولانا، تخف بزلمة واحد يعني إذا شمروه يعني تستقر السفينة يعني من باب الخفة والثقل، ما مو معقولة. لكن مع ذلك رأي مذكور بالتفاسير فإحنا نذكره. الرأي الثاني، لا الرأي الثاني اللي سنة وشيعة يذكرونه، إنما خرجت حوت، حوت نون، حوت طلعت مولانا ضخمة جدا، ضخمة جدا كبيرة، طلعت ففتحت فمها أمام السفينة، سفينة سفن أول خمومثة سفنها خير من الله، فتحت فمها أمام السفينة تدخل وتخرج، تدخل كأنها إشارة تريد شيئا، كأن هذا القائد الرجال الكابتن على قولتنا، القائد رجل ذكي، قالهم في بيننا بيناتنا رجل آبق، عبد آبق، أكو آبق واحد فار من مولاه موجود عندنا هنا، أو الله لا يجعل لا يأمر الحوت أن تذهب إلا وأن تبتلع هذا الآبق. منو هذا الآبق؟ قالوا نذب قرعة، قرعة، قرعة تعرف شنو بعد؟ القرعة الإمام الصادق يقول القرعة لكل أمر مشكل، القرعة اللي أسبيها أمثلة هذه في الفقه، القرعة لكل أمر مشكل، وموجودة في التاريخ حتى في زكريا عليه السلام أيهم يكفل مريم، هذا لما شلون تكفلوا مريم؟ ضبوا قرعة مولانا وصار القرعة طاحت باسم من؟ باسم زكريا، وتكفل بمن؟ بمريم، هذا بالقرآن. وكذلك القرعة في قضية عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
قضية مفصلة هذه بعد، لما أرادوا ذبح عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبوا قرعة، قالهم هذا خلوا 10 نوق وخلوا قرعة، اضربوا القرعة، إذا طلعت القرعة باسم النوق النياق نحروها، وإذا لا خلص، إذا طاحت باسم عبد الله ضيفوا على 10 10. وبالفعل لأن كان عبد المطلب مصمم على ذبح من؟ ذبح عبد الله. فذب القرعة، لما ذب القرعة خلى 10 نوق 10 نياق، أو ذب القرعة طلعت باسم من؟ باسم عبد الله، ضاف على 10 10 قصان 20، ذب القرعة طلعت باسم عبد الله، ضاف على 20 10 قصان 30، ذب القرعة باسم عبد الله طلعت زين، ضاف على 30 10 صارت 40، ذب القرعة طاحت باسم عبد الله 50 60 70 80 90 100، صارت 100 ناقة، 100 ناقة ذب القرعة طاحت باسم النياق. ها هاي، ولهذا احنا الان دية الرجل ايش قد عندنا بالاسلام؟ دية الرجل اذا زلمن كتل كتله متعمد ايش قد دية مرته ولا 100 ناقة، هسه يوزنوها يقيسوها ايش قد يصير فلوسها بالدينار بالكذا ينطون على العموم، هاي 100 ناقة من ناك، من جملة السنن التي سنها عبد المطلب، عبد المطلب سن 5 سنن ايدها الاسلام من جملتها هذه زي مولانا، ذب القرعة نحر النوق كلها، كل النوق النياق نحرها. تدرون هاي ناقة معدلة 100 دجاجة مولانا، هاي الدجاج إذا 100 دجاجة خير من الله، فما بالك إذا 100 ناقة، إذا 100 خروف إيش قد يصير، وإذا 100 ناقة خير من الله لحم. ها مولانا، وزع على الناس، أهل مكة كلهم أكلوا وما تبقى رفعه إلى الجبل لكي تأكل منه الوحوش والطيور، لهالدرجة هذه. الشاهد مولانا هذا قرعة من جملة ما استخدمت القرعة لقضية يونس عليه السلام. يقول خلوا القرعة، خلوا السهام، سهام قديمة شلون يضربون القرعة، يخلون سهام يكتبون الاسم على سهام ويخلطون السهام ويجرون سهم، إذا جروا سهم اسم من مكتوب على السهم هو صاحب القرعة، ذبوا السهام كتبوا السهام وخلطوها طلعوا السهم، وإذا طلع اسم من؟ اسم يونس عليه السلام. قالوا ما يصير، هذا رجل صالح، شلون هذا ما يصير. ذبوا القرعة بعد مرة طلعت باسم يونس، ذبوا القرعة بعد مرة 3 مرة طلعت باسم يونس عليه السلام. قالوا إذن أكيد بها حكمة، خذوا هذا النبي عليه السلام ومولانا ألقوه في البحر، شمروه بالبحر، بعد من شمروه بالبحر أجت هذه الحوت بلا فاصلة ابتلعته ونزلت غاصت. خلينا نكمل الآية، هسا أقول لك كم ساعة ظل، كم يوم ظل، كم شهر ظل، هسا نطرق له إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، فساهم يعني شنو؟ يعني السهام يعني القرعة، فساهم فكان من المدحضين، المدحضين يعني المغلوبين، ها الدحض يعني الغلب، ها يعني اسمه شنو مولانا؟ اسمه طلع، فالتقمه الحوت، التقمه الحوت، ما قال أكله، التقمه، لأن الله أوحى إلى الحوت، ها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله أوحى إلى الحوت ألا تكسري منه عظما ولا تقطعي منه لحمة، لا تكسرين عظامه ها ولا تقطعين لحمه، التقمه بلع بلعته، فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني يستحق ماذا؟ الملامة، يعني صوت صوت على قولتنا احنا زين، بقى في بطن الحوت، ايش قد ظل في بطن الحوت مولانا؟ طبعا هاي حوت، هاي حوت لها عظمه، على اقل تقدير عند السنه، السنه على اقل تقدير يقولون ساعه ظل، ساعه، وهذا راي شويه مو مناسب، بس راي، ساعه، راي 3 ساعات. الامام علي عليه السلام في روايه، هسه البعض يؤيد هذه الروايه والبعض ما يؤيد هذه الروايه، 9 ساعات، أو راي 3 أيام، وأعلى راي بعد أعلى راي ظل في بطن الحوت 40 يوم. هسه من ساعة لي 40 يوم، هو الإنسان لو يظل مولانا في هاي الحوت حتى لو 5 دقائق ما يظل عدل، صح لو لا؟ بعدين هذه حوت أنت معدلك مولانا كيلو كيلو، وين هاي الحوت؟ الحوت أكبر حيوان مولانا بالوجود الآن، أكبر حيوان، أكو حوت بالعالم اسمه البالون، هذا البالون الطول ماله، الطول ماله 30 متر، 30 متر، حجي كم مش قد الطوله هذه؟ 24، يعني اطول من الحسينيه هذه، واضح مولانا؟ احسب حسابك على ان هذا طول حوت واحد،
القلب قلب الحوت قلبه مولانا يقف الرجل بكامله في قلبها زين في 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 شرايينها يعني بالقلب راسه ما يضرب فوق يعني هيك بحيث ان لسانها وقلبها اللسان والقلب يزن كل واحد منا يزن طن بكامله طن كامل زين زين هذا زين متن يونس عليه السلام لما صار في بطن الحوت وهذا مولانا يعني فوق اطنان من اللحم وحدر لحم ومنا لحم ودم وماء وضيق ووحشه وظلمه ماكو شيء يعني فشيء مو شيء طبيعي يعني اطنان لحم عليه صاير زين من كل جانب لحم يعني ما يقدر لا هواء لا نور لا كذا صعبه ما يقدر يعيش الانسان خمس دقائق مو بعد ساعه فاقل شيء ساعه واكثر شيء ايش قد ينقلون مولانا 40 يوم بقى في بطن الحوت بس هو اغتنم الفرصه ماذا صنع ها قد نرجع لذيك الايه قبل لا نكمل هاي الايه نرجع لايتنا الاولى شو يقول فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات يا ظلمات لا ثلاثه هو هذا ظلام واحد هو قال جد كم ظلمات قال يعني كم ظلام ظلمات الاول ظلمات بطن الحوت عافيه الثاني ظلمات البحر الثالث ظلمات الليل اذا صار الليل ظلام البحر ظلام بطن الحوت هم ظلام ولهذا قال ظلمات فنادى في الظلمات شنو التسبيح ماله هذا يسمونه التسبيح العرفان اليونسي لا اله الا انت لا اله الا انت كلمه التوحيد سبحانك تنزيه الله الأولى توحيد الله الثانية تنزيه الله سبحانك أنه بالاعتراف بالذنب شنو إني كنت من الظالمين يا ظالمين ظلمت نفسي وظلمت قومي زين إذن توحيد لله وتنزيه لله واعتراف بمن بالذنب إذا تريد تسبيحك إخواني اسمعني إذا تريد تسبيحك وعبادتك ودعائك يقبل فعليك بالثلاث أن توحد الله وأن تنزه الله عما لا يليق ثم تعترف بمن؟ بذنبك طبعا هذا الدعاء هم لا يرتفع وهذا التسبيح لا يرتفع إلا بالصلاة على محمد وآل محمد أريدك الصلوات الثانية يكون السير عالية ما منتبه يكون يفتح عيونه صلوا على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات أي يونس عليه السلام بدأ بالتسبيح تلاحق الأمر بسرعة بدأ بالتسبيح أخذ يسبح الله ويسبح الله ويسبح الله ذيك الآية شو تقول اسمع يونس اسمع هنا قاعد نثبت شيء يقول فلولا أنه كان من المسبحين لو ما كان من المسبحين يا تسبيح التسبيح اليونس اللي ذكرناه سبحانك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لو ما كان من المسبحين كان سوى بي الله ها للبث يعني لبقى توجهنا للبث في بطنه في بطن من الحوت للبث في بطنه الى يوم يبعثون شاظل الى يوم القيامة زين شلون ظل يعني هذا اكو ثلاث اراء راي يقولون الحوت تموت وهو يموت ببطن الحوت ها الحوت تموت وكذلك هو يموت في بطن الحوت يعني هو قبره بطن الحوت والحوت قبرها قعر البحر هذا راي الرأي الثاني لا قالوا هو يموت في بطن الحوت طبعا الرأي الأول يقول لك لأنه الموت عام للجميع هذا دليلهم الدليل الثاني هو يموت في بطن الحوت والحوت تبقى شنو حية تنتقل من مكان إلى مكان الرأي الثاني الرأي الثالث الرأي الثالث يقول لا لبث زين لبث يعني شنو مولانا لبث فيهم مثلا يعني يبقى شنو حي لبث يعني يبقى يقول أنا لبثت معهم مثلا بقيت معهم زين الشاهد يبقى حي مع الحوت إلى يوم يبعثون زين سؤال هنا الله ينطي إمكانية طيلة العمر لولا يعني إذا الله راد توجهوا الشباب إذا الله راد أن يطيل عمر حيوان مثل الحوت يقدر لو ما يقدر يقدر يقول الله نخلي يونس حي ونخلي الحوت حي إلى يوم القيامة شان ليش يستشكلون علينا بالنسبة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ليش إذا قالوا هنا الحوت الله ينطي عمر طويل ويونس ينطي عمر طويل شان ليش الإمام المهدي أزكى وأشرف من يونس عليه السلام ومن الأنبياء
ليش نتعجب إذا الله، إذا قلنا الإمام موجود 1100 وشي سنة الآن عمره الإمام سلام الله عليه، ليش شنو العجب؟ شنو العجب إذا كان نوح بس النبوة مارته 950 سنة، 2600 سنة كان عمره. زين إذا كان عنصر الشر موجود، إبليس موجود لما موجود عنصر الشر، إذا كان عنده العمر كان ليش عنصر الخير ما له يعني العمر مولانا؟ ها إذن هنا الآية تثبت لنا قدرة وجود الإنسان أن يبقى حي إلى يوم القيامة، ونستطيع أن نستدل بها علما لعمر الإمام الحجة سلام الله عليه. زين صار من المسبحين، من خلص التسبيح مولاي صعدت الحوت بأمر من الله، صعدت على الشاطئ. شو تقول الآية؟ تقول فنبذناه يعني ألقيناه، طلعت بالعراء. العراء يعني شنو؟ صحراء بيداء جرداء، وهو سقيم يعني شنو؟ مريض. ليش مريض؟ طبعا مريض اللي ظل 40 يوم لا أكل ولا شرب، وما كنا قاعد يشوي مولانا ومرتاح ويشرب، وهذا لا 40 يوم لا أكل لا شرب وضغط وظلام ونوم يعني فتشي ضغط عليه. يقولون من شدة الإمام الصادق عليه السلام، يقول من شدة ضعفه كانت الحشرة إذا جلست إذا قعدت على جلده يبدأ بالصراخ من شدة الألم، صار الجلد ماله وبدنه رقيق جدا لا يتحمل نور الشمس ولا يتحمل الحشرات مولانا، حتى الهواء كان يضره، حتى السموم. السموم يعني مثل الجلد، اكو واحد جده ينصرخ ها، اذا انصرخ كل شيء يؤذيه، حتى شويه سموم شويه حرهم يؤذيه. زين قال سقيم، الله خلاه بالعراء. ايش سوى الله؟ اكرم هذا النبي، سوى بي بمجرد ان وصل للصحراء الله سوى له معجزه. شنو مولاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وانبتنا عليه شجرة من يقطين. بلحظتها طلعت هذه الشجرة، طلعت هذه الشجرة شجرة اليقطين. اليقطين هو القرع، هذا الإخوان الإيراني يسمونه كادو، صح لو لا درسي أنا؟ زين هذا مولانا القرع، هذا القرع نبت وين مولانا العزيز؟ نبت في الصحراء. ليش الله أنبت القرع؟ القرع بكم صفة يمكن بقية مولانا الأشجار ما بيها؟ شنو مولانا صفاته؟ الصفة الأولى الورق ماله شنو؟ عريض. الورق ماله عريض، فإذا أراد الرجال يونس عليه السلام يدخل تحتها يستظل براحته، هاي واحد. ثانيا هذا الورق دائما رطب، ها مولانا؟ دائما رطب لأن الهواء الحر يأذيه، إذا مر الهواء على هذا الأوراق الرطبة شو يصير؟ بارد فيرتاح. هاي اثنين. الثلاثة الأعجب من ذلك أن الحشرات لا تدنو إلى هذه الشجرة، ما تحبها. الذباب البعوض هاي الحشرات ما تحب هاي الشجرة، ما تحبها، ما تدناها أصلا، ها؟ ولهذا كان مأمون من الشمس ومن الحر ومن الذباب، إلى أن مولانا صار عنده شنو؟ القوة. إلى أن قام ورجع إلى قومه. هذا من يونس، قومه صار بيهم الروح للقوم إلى قومه. زلمتنا يونس عليه السلام راح للسفينة والعالم ظل الموعد. وين الموعد؟ العذاب. هسه ينزل العذاب عليهم، إلى أن حان وقت العذاب. الفجر ينزل العذاب عليهم، حميم يمطر عليهم، تمطر السماء عليهم. زين طلعهم العالم، هم انتبهوا لخطئهم، انتبهوا لهذا الخطأ العظيم الذين اقترفوا هذا الخطأ. طلعهم ياهو العالم إلى الصحراء إلى البيداء، وأنا أشرت ذلك. زين عزل الأولاد الأطفال عن أمهاتهم، وعزل الفراخ عن أماتها، فراخ الحيوانات عن الأمات. احنا عندنا أمهات وعندنا أمات. زين كلمة الأم تجمع بالألف والتاء، أم اجمعها بالألف والتاء شو يصير؟ أمات. بس احنا شو نقراها؟ أمهات. هاي الهاء ليش خليناها؟ هاي الهاء يخلونها للتمييز بين الأم البشرية والأم الغير بشرية. يعني الأم البشرية أمي وأمك وأم البشر شو يسمونها؟ أمهات. بس الأم غير بشرية أم الذئاب، أم مثلا النوق مثلا، أم كذا، أم مثلا البقر، ها شو يسمونها؟ أمات. فهذا العالم عزل الأطفال عن أمهاتها، وعزل الفراخ عن أماتها، عزلهم. لما عزلهم بالليل تدري هذا طفل يجوع يبكي على أمه، الأم تشتاق إلى، ها؟
خلاهم بالصحراء، خلاهم بالصحراء، طلعوا خارج البلد يتضرعون يبكون. صار وقت الفجر، الفجر بان العذاب، اجت السحاب، سحاب العذاب حمراء تلتهب تحمل عذاب حميم نار تمطر عليهم. قالهم طلعوا الأطفال إلى الأمهات، وطلع الأمهات إلى الأطفال، وكذلك الحيوانات طلعوهن واحدة للثاني بس لا يقتربوا، خاطر الأم إذا رأت ولدها تضج بالبكاء، والطفل هم شنو مولانا يضج بالبكاء. طلعوا الأطفال وطلعوا الفراخ للحيوانات، وكذلك الأمهات والأمات الحيوانات كلهن طلعوهن. هذا الطفل شاف أمه والأم شافت طفلها وما تقدر توصل لمولانا، مسافة بيناتهم، ضج الطفل بالبكاء، كل الأطفال وكذلك الأمهات ضجت بالبكاء، والحيوانات صار عندهم حالة صريخ وعويل ورغاء وكذا، سبحان الله. ثم بدأوا بالتهجد والتوسل والعبادة والتوبة، شيوخ كبار صغار نساء رجال الكل بدأوا بالتضرع والتوسل، وإذ قبل الله توبتهم ودفع الله عنهم العذاب، وصل الحميم على رؤوسهم. ثم الله أمر جبرائيل أن يأخذ العذاب فيمطره على الجبال وعلى البرار، ودفع الله عنهم العذاب ببركة عالم من العلماء. إذن عرفتوا أثر العالم إيش قد مهم مولانا؟ عرفتوا أثر العالم لو لا؟ قل لي إيش؟ إلى منزلته العالم، إلى منزلته مولانا. إذن الأمة الموفقة إذا مولانا ياها قادها رجل عالم، رجل عالم مو قصدي، لا رجل عالم، عالم واضح مولانا. الشاهد أسعنا بعد ما ندخل بعروقها زين، الشاهد مولانا العزيز، إذن دفع الله العذاب عن قومي موسى يونس عليه السلام. اجا طبعا انا اقول لك كلمه مولانا بس قبل لاتمام الفائده، احنا نقول باب التوبه يغلق في عده اماكن. اولا عند الموت، واحد توصل الروح اللي هنا لحد صدره قاعد يجالع يحتضر يموت مثل فرعون زلمتهم، لما راى شاف نفسه قاعد يموت ايش قال؟ امنت. صح له لا؟ اكو بعض الناس إذا بعد إجابه حيلين ملك الموت شوي شوي تقرب له، قاعد يشيل عمولاي قال استغفر الله وأتوب إليه. ذكر المكسرات مولانا اللي مسويهن، ذكر حقوق الناس اللي ماكلهن، ذكر الظلم اللي ظالم زوجته وأطفاله وجيرانه وأهله، أو ذكر هاي الأمور بأجمعها كل الحرام كل ذكره وين؟ عند الموت. هذا التوبة شنو؟ ما هي مقبولة بعد. أنت بيك خير هسه توب، لا تخلي التوبة تسويف، سوف 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 أتوب، ما يفيد الحكي هذا واضح مولانا؟ تسويف لا. أو ثانيا وين باب التوبة يغلق؟ عند نزول العذاب باب التوبة يغلق. شال ليش أنا ما نغلق باب التوبة؟ ما نغلق باب التوبة لأن مولانا العزيز إحنا عندنا عذاب استئصال يعني قطع محو، وعندنا عذاب توبيخ. عذاب الاستئصال قوم ليس لهم مولانا أي طريق للهداية، مثل قوم نوح الله يستأصلهم، هذا ما له توبة، ينزل العذاب كلهم يأخذهم هذول، حتى لو الله ما نزل العذاب عليهم يظلون على حالتهم. أو عندنا عذاب توبيخ، الله يريد يوبخ، يريد يراويهم، يريد يهديهم إلى الصراط المستقيم، هذه عباد الله، الله ما يريد يقتلهم، ما يريد يعذبهم والعمرانة، فيراويهم العذاب لكي يتوبوا. هذا العذاب الثاني يسمونه عذاب شنو مولانا؟ عذاب توبيخ، مو عذاب استئصال، توبيخ أو تنبيه زين. وبالأخير الله سبحانه وتعالى قبل هذه التوبة وحسن وظلوا، فأرسلناه إلى الآية تقول فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فمتعناهم إلى ظلوا فترة طويلة لما كل واحد مات على حسب أجله. إذن التوبة تلعب دور لما تلعب دور؟ تلعب دور، تجعل الإنسان ينقلب من سوء عاقبة إلى شنو مولانا؟ حسن عاقبة. مثل من؟ مثل الحر بن يزيد الرياحي. الحر جعجع ببنات رسول الله، الحر إذا أول دمعة نزلت من الحورة زينب سلام الله عليها يا وسببها، الحر هذا زينب، هذا من اللي جاب الحسين إلى كربلاء وغير مسير الحسين إلى كربلاء؟ هو الحر بن يزيد الرياحي. الحر وصل إلى الحسين في آخر يوم العاشر، هو بطل شيخ عشيرة بني رياح، يروح ويرجع يروح ويرجع، يقول له أحدهم يقول له والله لو سألوني من أشجع الناس لما عدوتك، ما لي أراك متحير ليش؟ قال له أخير نفسي بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئا، الجنة عند الحسين والنار
عند يزيد، فأخذ ولده وعبده وضرب الجواد وراح وين؟ للحسين عليه السلام. ما نزل من على ظهر الجواد، لا ما نزل، ألقى بنفسه من على ظهر جواده، من فوق ألقاها، وجاء زحفا للحسين يقبل يد الحسين ورجل الحسين. أبا عبد الله هل لي من توبة؟ قال له إن تبت تاب الله عليك. بالفعل لما سقط على رمضاء كربلاء يجي للحسين شي يقول له؟ يقول له أنت حر كما سمتك أمك، أنت حر في الدنيا وحر وين؟ في الآخرة. ها؟ وبعد مقتل الحسين قطع الرؤوس، وصلوا إلى الحر بن يزيد الرياحي، بنو رياح شالوا سيوفهم ورماحهم، قالوا لا ندعكم أن تذبحوا رأس عميدنا. صحيح هو نصر الحسين وخذل الأمير، بس ما تذبحونه. قالوا لهم خذوا زعيمكم، شيلوه. شالوا مولانا مروا من خيمة الحوراء زينب، أو زينب شافت قالت أكو ناس شالت الحسين ورقت بالحسين عليه السلام. قالت لهم هذا النعش لمن؟ قالوا لها يا زينب هذا نعش الحر. إذن أين هو الحسين؟ قالوا لها زينب ذاك هو الحسين. نظر الزينب وإذا بالخيل تلعب على يا صدر الحسين. أين المنادي يا حسينا؟ أيوة السيدة العشية رشال تبحر الضقي الضغيرة يا الكل منهم عليها شال الغيرة الغيرة بس ظلوا ما عندهم عشيرة يا ضحايا على الترب من غير تغسيل. رضت الخيل صدر الحسين توجهت إلى خيمة الحوراء زينب، رفعت رأسها زينب صاحت ريدا نشد الخيال المجبلين المجبلين النعمت على ابن أمي ميادين ميادين بعد يوين لو مات الحسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضلوا شيخنا العزيز مولاي. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله، اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان. وإلى أمواتنا وأمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات على جروحي.